توافقون على تعزيز الشراكة، هو العنوان الأبرز في قمة الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين المنعقدة في بكين. فخلال الاجتماع قال شي جين بينغ إن التنمية المستقرة للعلاقات بين الصين وروسيا لا تخدم مصالح الشعبين فحسب، بل تؤدي كذلك إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. من جهته أكد بوتين الذي رحب بمبادرة الصين لتسوية الأزمة في أوكرانيا أن صداقة البلدين لم ولن تتأثر بالعالم الخارجي وفق تعبيره. ينضم إلينا من بكين الكاتب الصحفي نادر رونغ هوان. أستاذ نادر، أهلا بك. ما ميز هذه القمة من وجهة نظرك؟ أهلا ومرحبا بك. هذه القمة تهدف إلى إثراء المستمر لمحتويات التعاون الصيني الروسي، وكذلك إثراء المضمون الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العهد الجديد. وتم التواصل إلى الكثير من التوافقات، وكذلك من أجل توطيد الثقة السياسية المتبادلة وتوطيد الزخم التعاون في المجالات مختلفة وفي المجالات التقليدية، وكذلك اكتشاف إمكانية التعاون الجديدة في مجال جديدة مختلفة في مجال الاقتصاد والتجارة، وكذلك توسيع التبادلات الثقافية بين البلدين، وكذلك تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المناسبات الدولية. ماذا بشأن التعاون في مجال الجانب الدفاعي؟ طبعا في مجال الدفاع هناك ايضا التدريبات المشتركه لجيشين الصين وروسيا من اجل الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقه وكذلك في العالم، وكذلك تاكيد الدولتين على رفض الهيمنه وكذلك الدفع العلاقات الدولية نحو أكثر الإنصاف والعدالة والديمقراطية، وكذلك توسيع الحق أصوات الدولية النامية. طيب سيد نادر، لا تنظر الصين إلى تكاليف محتملة بسبب الصداقة مع روسيا وتلك العلاقة مع الرئيس فلاديمير بوتين، بشكل خاص أن تكون لتلك العلاقة وذلك التعاون تكاليف، وبشكل خاص في أوروبا حيث تسعى بكين إلى تعزيز التجارة، وهناك في الجانب الآخر العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقة التي توصف بأنها متوترة، وهناك عقوبات فرضت أخيرا على الصين، إضافة الضغوط التي الغربية فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا ومساهمة الصين في إمداد روسيا ربما بما تحتاجه من بعض المعدات العسكرية. أولا حول الضغوط الدول الغربية، فأكدت الصين مرارا وتكرارا أن تجارتها مع روسيا وكذلك التعاون معها هو في الإطار هو حق المشروع للصين للقيام بتجارة مع التجارة الطبيعية مع أي بلد في العالم بما ذلك روسيا. وكذلك أكدت أن الشراكة الصينية الروسية لا تستهدف إلى أي طرف ثالث، وكذلك لا تتأثر بضغوط أي طرف ثالث وتشويه من أي طرف ثالث. وكذلك بالنسبة إلى الصين لم تقدم بأزمة في أوكرانيا، الصين لم تقدم أي أسلحة لأي طرف في النزاع، وكذلك موقفها منذ البداية كان واضحا ومستمرا،
هو يجب احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك احترام سيادة الدول المختلفة ووحدة أراضيها، وكذلك احترام الاهتمامات الأمنية لدى جميع الأطراف. فيجب إيجاد حل سياسي ومتوازن وكذلك مستدام وشامل ومستدام لهذه الأزمة. يعني الموقف الصين لم يتغير في هذا الجانب، وكذلك ترى الصين التفاوض هو المخرج الوحيد لحل هذه الأزمة، وعلى جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار. أنا أشكرك من بكين الكاتب الصحفي نادر رونغ هوان، شكرا جزيلا لك.